يلا ابو علي اغسل وشك بسرعه كده بالبيض سخنه. يب طبعا انتوا عارفين على ان خلاص الشتاء على الابواب، فالجو دلوقتي بيبقى فيه سنه بروده كده، خصوصا كمان بروك هيفن في الشتاء على الابواب بتبقى تلج حرفيا، بينزل التلج كل يوم كل يوم في الشتاء موجود في بروك هيفن. فدلوقتي احنا لازم ننزل بقى طبعا عشان يا علويه نشوف الجد شلبي اتصل بينا النهارده قال لنا انتوا لازم تكونوا موجودين النهارده في بروك هيفن، فانا موجوده. ايه ده زعبوله؟ طب بتعمل ايه زعبوله؟ ما نمتش كويس. ازيك يا جدو شلبي؟ الحمد لله. ازيك يا ابو علي؟ الحمد لله. ازيك يا فرخه؟ الحمد لله. وانا ابو علي. ايه الفرخه؟ ها فرخه وين؟ ايوه يا ابني فرخه، مش انت عندك جيش فراخ؟ ايوه يا ابني جيش فراخ وجيش حمايه. جيش فراخ ماشي. بص يا جدو شلبي، انت اتصلت بينا قلت لنا ان انت عايزنا ضروري. خير يا جدو شلبي؟ عشان انا بصراحه كنت نعسان وعايز انام شويه. اسمعوني يا اولاد، انا قلت لكم اللي هيكسب في التحدي اللي فات هو اللي هياخد الفلوس دي، ولحد دلوقتي ما قلتوليش مين اللي كسب. انت عشان تدينا الفلوس انا نسيت اصلا. شبوكة، انا كسبت شبوكة. انا مش بنيت عشان بجاع، جبت كل حيوانات الفراخ وبعيش والجبال كمان وحشان حتى حمار. ايه ده، هو في حد بيكذب ولا انا اللي سامع غلط؟ حصان وجبل وحمار. طب علي الواد ده يسمع الحاجات دي في لعبة المزرعة؟ والله انا شايف ان هو عمال شغال كده 24 ساعه. انت واد فرخه، انت ما اشتريتش اي حاجه من دول. وانا ماي مش هديك 5 جنيه وتشاكي. اقعد ساكت، بترشيني ب 5 جنيه؟ 5 جنيه يا نوب. اول تحدي كان الابطال الخارقين، قلت لكم اللي هيكون اقوى بطل وعنده قوه اقوى بالتاني هو اللي هياخد الفلوس. بعد كده قلتوا لي ان احنا تسوينا وكلنا كانت قوتنا شبه بعض. اديتكم تحدي المزرعه، اللي هيكون صاحب احسن مزرعه هو اللي هيكسب. المرة دي مين اللي كسب؟ عاوز اعرف. بص بصراحة جدو شلبي، المزرعة بتاعتي كانت شبه بتاعة زعبولة بالظبط، بس انا كنت منزل آلة يعني مش موجودة عند زعبولة، فعشان كده انا مزرعتي كانت احسن من زعبولة. طب علي كان فاضل لي 2000 وجبة. انت كان فاضل لك بس مزرعتي كانت احسن. طب ومزرعة حركات؟ بصراحة كده مزرعتي ومزرعة حركات كنا متساويين. فاكرين على ويلم قلنا لكم مزرعتي ومزرعة حركات متساوية؟ عندنا نفس الحاجات بالظبط. طيب انا اللي كسبت يا حبيبي، كان معايا فلوس اكتبانية. لا انت كان معاك حاجات نفس اللي معايا بالظبط، ماليش دعوه بقى معاك فلوس معاكش. ما اشتريتش ليه بقى لما انت كان معاك؟ يا ابني كان قايل لي 500 جنيه. ماليش دعوه يا حبيبي. جدو شلبي انا وحركات كنا متساويين. بعدها ان انتوا هتعيدوا التحدي تاني وانتوا الثلاثه كمان. ايه يا جدو شلبي؟ يعني انا عندي فرصه اشارك معاهم كمان؟ يا سلام. قولي بولي يا جدو شلبي، يا جدو شلبي ما ينفعش اعيد التحدي، انا ما بصدق اكسب يا جدو شلبي. جيش حركات يا جدو عنده جيشين، جيش حراميه وجيش فراخ، بيمسكوني في اي لعبه يا جدو شلبي بيموتوني عشان هم اكبر من جيش العلويه. فانا دلوقتي يا جدو ما ينفعش ان انا اشارك عشان جيشه كبير. هو حبيبي مش الجيش بتاعك كبير ولا مش بيكاش يا شا؟ حركات الفرخه، انا وجيش الزعبيل صغدانين يا جدو شلبي، كلهم جيش فراخ وحراميه. ابو علي ما تقلقش، التحدي اللي هخليكم تلعبوه مفيش اي حد هيعرف ان انت ابو علي اصلا، وحتى حركات سكنه كمان هيتغير، محدش هيعرف ان هو ده حركات، الاشكال بتختلف. وات؟ الاشكال بتختلف؟ يعني انا مش هبقى ابو علي ومش لابس لبس ابو علي كمان؟ بالظبط كده، كل واحد هيكون بشكل غريب. وعاوز اعرف فيكم مين اللي هيكسب، وده هيكون اخر تحدي، لازم اعرف مين اللي يستحق الروبوكس ده. اوكي يا جدو شلبي، كده كسبك حركات. ايه يا حبيبي كان جيش فراخ وجيش حمام مش عارف هو انا مالي ولا ايه؟ مش هيعرفوني يا حبيبي عشان انا هيكون سكني وشكلي غير. طب علي وانا اتحول ايه بقى؟ انا دب دلوقتي، اروح هناك اتحول ناموسة؟ مش عارف بصراحة. طب يا جدو شلبي ممكن تورينا التحدي؟ يلا تعال ورايا واجهزوا. بس جو بسرعه بسرعه، حركات الفرخه دلوقتي يا فرخه، انتوا مش هتعرفوا تمسكوني تاني. ولا مش اليوم وادي مالي كل مشي، لازم اجهز جيش حمايه وجيش فراخ. واللي مولي على علويه جيش الفراخ والحرميه دول بيخسروني في اي لعبه، خلينا نروح نجهز بسرعه. اوكي على علويه جينا المكان اللي الجد شلبي بيقول عليه وابو علي اهو. اوه الحقوا ابو علي، اختار اي شخصيه. ولا مالي تجيب اي واحده. مش هقول لك يا حبيبي انا هجيب اي واحده دلوقتي، علويه ابو علي في السر هيختار شخصيه. يا ترى اجيب مين يا علويه؟ اجيب مين؟ اجيب مين؟ اوكي ليتس جو. خلينا، لا ايه ده، ده بروبوكس. وطا ايه ده علويه، هم بفلوس ولا ايه؟ ابو علي في شخصيات مجانا. شخصيات مجانا؟ وطا ده كله بفلوس. وانا مالي مش جبت واحده. جبت واحده؟ ايه علويه دول كلهم بفلوس؟ هولي بولي. طيب ماشي، معناه كده ان هم هيختاروا لنا بشكل عشوائي على علويه. اما نشوف هيختاروا، بيقولوا لنا انت ولد ولا بنت، فانا اخترت ولد على طول. وانا مالي اختار ايه؟ اختار ايه؟ ولد يا ابني. ادي واحده. حركات الفرخة يا دوب، أول واحدة. أبو علي دلوقتي بقى اللي هيحصل. هولي بولي زي ما أنتوا شايفين، أنا أصلاً معرفش نفسي. بص الحقيقة على الورق كاتب لنا إيه؟
بيقول لي I am your host. اوكي طبعا دلوقتي بيقول لنا اتش دي بيت اجينست ذا اوبسينج. اوكي دلوقتي على بيقول لنا ان في كل يوم هيكون في تحديات وبيقول لنا لوزينج تيم ويل هاف تو جين مي از اوورد. اوكي ذا اوورد سيرموني از وير يور فوت ابلاي. طبعا دلوقتي بيقول ان في تصويتات هتحصل للعيبه اللي بتخسر او التيم اللي بيخسر. اوكي على طبعا دلوقتي هنشوف التحديات مع بعض كلها. خلينا نشوف دلوقتي انا موجود حركات فرخه وانا مالي انت لونك ايه. اوكي علوي اول تحدي معانا هو ليتس جو. ابو علي انت اسمك ايه؟ لا يا حبيبي مش هقول لك سر كلنا اسرار بقى محدش يقول لنا مين ابو علي. ابو علي غير سكن البنت فاكرين ان انا بنت علوي وانا اصلا مش وطا يا ابو علي يا نوب. ايه ده انا نسيت التحدي يا نهار زبادي. ابو علي النوب جايب نفس البتاع ده علوي عارفينه اللي هو نفس الشكل. يا ثانيه رايح بيك شعبه ولا ايه؟ صعبه ايه فرخه بتزحلق. هي بتزحلق شويه علوي. ابو علي شكله هيخسر. اوكي اوكي وطا الباركور الغريب ده. ليتس جو علوي صعبه. ليتس جو نيجي هنا. انا مش عارف اصلا انا في ايه ده علوي ازاي نيجي هنا؟ صعب على فكره. اوكي الوقت خلص زي ما انتوا شايفين دلوقتي. وانا مالي انت كسبت ولا كسبت؟ مالكش دعوه كل واحد في حاله. اوكي على ايه دلوقتي؟ طبعا شايفين ده اللي انا بشاور عليه علوية هو نفس التاني. بس انا مخبي بقى. معلي قول لنا شخصيتك اسمها ايه؟ طب اسمعوني كل واحده هتكون شخصيته سريه ونشوف في الاخر مين اللي هيكسب ماشي. طب تعالى اقول لكم على حاجه. انا اعرف شخصيتك يا زعبول لو حركاتي اعرف شخصيتي يعني احنا الثلاثه بس اللي نعرف لكن جيش العلويه وجيش الحراميه وجيش الزعبيل ما يعرفوش حاجه. تمام موافق بس اوعى تكتب لهم حركات لو كتبت لهم حركات تبقى انت غشاش خلي الجديش يلا بيطردك. لا ولا مش هكتب انت بيه. شايف الواد اللي حاطط الايموجي بتاع ابو علي؟ هو ده ايموجي ابو علي الاسود ده. ليتس جو هو ده. رايح بيك انت مغيرتش وشك. مغيرتش وشي والله اصلا. انت فين بقى حركات؟ وانا مالي انا مش بنت العداء عند الله. بنت نعم يا اخويا؟ ايه ده انت ده؟ اسمك افا ده؟ ايوه يا ابني مش انا بنت العداء عند الله. بنت عداء دلوقتي. زعبولة وانت ايه يا زعبولة؟ ابو علي انا كريستيانو اللي واقف قدامك. كريستيانو ثانية فين انا ده ولا ده؟ والله مش فاهم. انت اللي لابس لبس كوره. ابو علي انت مش شايف رقم 10؟ رقم يا ابني ده رقم 0 وبعدين كريستيانو بيلبس رقم 10. او ماي جاد يعني انت ده زعب ولا ليتس جو؟ دلوقتي بص ابو علي انت اي واحد هم بصوا بيدوروا عليا علوية. طبعا دول الفرق الحراميه وطبعا العلويه والزعبين مش عارفين ابو علي انهي واحد. اوكي انا الشات عندي معلق. حركات بص كاتب ايه؟ وانا مالي مش هنعمل ايه دلوقتي؟ مش عارف طبعا دلوقتي علوية هم بيختاروا واحد عشان يطردوه بره اللعب عشان من الخسرانيه يعني. وانا مالي يا حفي يا ابني هتخسر يا ابني. ابو علي انت اي واحد هم مش عارفين انا مين. ابو علي دي خسرت خلاص تقريبا. اي البنت اهي. اوكي ممكن يكون ادها فرصه ثانيه. ابو علي البنت جت تاني تقريبا ليها فرصه. اوكي ده بتقول دجاجتي نط. وانا مالي مش من فريق حماية. فريق الحراميه شكلها والله يا علوي. اوكي هي اصلا هتلاقي واد ومعاه لبس فريق الحراميه بس هنا سكنه متغير. طبعا دلوقتي علوية احنا معمولين فرقتين. اوكي فاحنا المفروض ان احنا نكسب. نروح فين ابو علي انت اي واحد؟ كل شويه اكتبه كده ده سر علوية ما ينفعش ان احنا نقول. ايه بقى الحاجات دي مش عارف. اوه في بتاع هناك اهي وفي برضو بتاع هناك اهي تقريبا هناخدها. وانا مالي البتاع دي مش عارف بصراحه. في هنا اتنين. اوكي ناخد دول. ليتس جو. الو ايه دول؟ والله مش فاهم اي حاجه. بيتاخدوا ولا مش بيتاخدوا؟ علي هي ايه بقى لازمتها ايه البتاعه دي؟ مش عارف. وانا مالي مش جبت واحده. جبت واحده حركات جاب واحده زعبوله انت جبت؟ علي والله عمال ادور. عمال تدور اوكي وانا كمان عمال ادور. المشكله اللي فاضل 28 ثانيه. 28 ثانيه علويه نجيبها منين؟ انا ما خدتش ولا واحده. اوكي ده في مكان هنا كمان. الحقوا ده الاسامي مكتوبه عليها. ثانيه ممكن الاقي اسمي. والله ممكن الاقي اسمي مكتوب على واحده علويه. ثواني وات ما لقيتش اسمي. وانا ما انت مش هتلاقي اسمك هتلاقي اسم الشخصيه. صح اسم الشخص. وانا اللي عمال ادور على اسم ابو علي ده. انا نوب علي ما خدتش برضه زي. اوكي دلوقتي بنشوف بقى مين اللي هيطرد بره الفريق. وانا مالي اعرفه بنفسي. لا يموتوني وقعد ساكت كلهم هيصوتوا عليا. اوكي علوي لما بيحصل تصويت هنا واحد بيطرد كلهم هيصوتوا على ابو علي والله لو عرفوا شخصيتي. بص الواد كاتب ايه؟ ليش انا شوكولاته؟ عشان انت شوكولاته بقى نعمل لك ايه؟ طب انا كمان شوكولاته. على فكره علوي كان مكتوب دلوقتي ان اللعيب اللي واخد تصويت اكبر هو اللي هيطرد. وانا مالي بلاك ايه؟ بصوا ام ريسيفت ذا فوت. اوكي دلوقتي طبعا هيقول لنا بيقول لنا ان المارشميلو ذا بلاير ريسيفنج ا مارشميلو. اوكي دلوقتي في طبعا فوت بيحصل ان اللعيب اللي هيطرد وواحد هيطرد مننا دلوقتي علوي. نولان بيكتب الاسامي خدوا بالكم. اوكي اند ذا فاينل مارشميلو اوف ذا نايت جوز تو. طبعا دلوقتي بيقول ان المارشميلو الاخير لجينا. مين اللي اسمها جينا؟ البنت اللي اسمها جينا هتطرد. انهي واحده؟
مش عارف، واحده فيهم اسمها جينا هتلاقيها مشيت، مش عارف هي فين. معلي فين جينا دي؟ انا بدور عليها والله. اهو يا علوي كلنا موجودين هنا. فين جينا ده الواد اللي اسمه داستن، هو ده اللي هيطرد. اوكي دقاقتي لسه طالع من الثلاجه يا ابني. اسكت، انت كنت هتطرد انت كمان. مولي مولي معلي، هو ده خلاص هيروح ولا ايه؟ مش عارف بصراحه ده هيطرد كده. وانا مالي، خليه يشي شمشي بالشته وهو جاي يا ابني. مش هيجي تاني، اسكت. اوكي التحدي التاني معانا يا علويه هو ده. طبعا اللي بيخسر في التحدي هو اللي بيروح يركب السفينه، وطبعا بيطرد بيروح اللوبي. فاحنا نتمنى ان احنا نكسب في التحدي. وانا مالي يا لبينا عشان ما تتنش. اوكي اوكي دلوقتي بص بقى، لو جم يختاروني المفروض ما حدش يصوت عليا. طب يا زعبوله، انت زعبوله لابس لي تيشيرت كوره. ايه ده، انا اخر واحد، انا اخر واحد يا زعبوله. ما تكلمونيش، ما حدش يكلمني بليز. اوكي بسرعه بسرعه بسرعه، يا رب اوصل يا رب اوصل. لسه فاضل دقيقه. الحمد لله الحمد لله. تركيز. لا بيرجعنا ليه بس كله ده؟ اوكي دايما ابو علي كده بيحب يلعب في الوقت الضايع. ابو علي يلا بسرعه. يب جبت، شايفين ابو علي فنان والله. اخر 5 ثواني ولا 10 ثواني تلاقيني بص قلبت فيها ميسي على طول، على طول بعدي. بص البنت دلوقتي على رايحه فين، بتقول لي انت حركات صح؟ زعبوله بقول لها مش انا حركات. ابو علي ده بيقول لي انت حركات فاكرين ده انا. وادي زعبوله ما تشوفش حاجه. ايوه سر سر. ايوه خليكم كده محافظين على السر، هم مش عارفين مين حركات ومين ابو علي ومين زعبوله. ابو علي احنا كده هنجننه. واللي بقول علويه كلهم عاملين يشكوا، يا ترى ابو علي مين وزعبوله مين؟ لعبه جامده على فكره، عشان السكن بتاعنا مش بيبان، حتى المشيه وكل حاجه كله بص بيتغير. بص الواد كاتب فين زعبول. والله يا جدعان فين، عاملين يدوروا مش عارفين. ابو علي هو بيدور عليا وعليك وعلى الحركات. بص عمال يكتب ايه، انت حركات. شكوا في حركات. انا ما ادري يعرفوني ازاي يا ابني، بيخمنوا. اقول لهم لا مش انا. الحقيقه علويه بص الواد كاتب ايه. الواد بيقول تم التاكيد، بصوا تم التاكيد ان ده ابو علي، ومش انا اصلا رايح هناك يقول له ده ابو علي على زعبوله. ابو علي بيقول لي انت ابو علي. والله بصوا ما بيخبلوا اي تخمين. اوكي علي، وصلنا للتصويت الثاني. طبعا هيختاروا واحد من اللي خسر في المرحله اللي كنا بنلعبها. اهو يا علي دلوقتي مش عارف هم هيختاروا مين. اوكي نولان، اعتقد ان الواد فصل قبل ما يطرد علي. الواد فصل. وادي بقى هو مش موجود، قفل اللعبه عشان ما يطردش. بص بقى علي، طبعا دلوقتي احنا هي اسامينا. اوكي طبعا كل دول اللي بيلعبوا هنا، طبعا الاسامي تقريبا اللي بتطرد او اللي بيعملوا سبكتيتر وكده وفي اللوبي والكلام ده كله، فاحنا لسه موجودين. اوكي علي دلوقتي معانا تحدي. ليتس جو. ثانيه ايه ده، هو احنا المفروض نعمل ايه؟ وادي بقى مش استكشف. استكشف. جود باي ايفريوان. ليتس جو. بدانا بالتحدي، كاتبين لنا جود باي ايفريوان، مش عارف ليه بقى كاتبين لنا كده على الويب، بس هنشوف التحدي بتاعنا. خلينا نقفلها. اوكي وين بقى البرج ده؟ عارف احنا المفروض نروح نوصل على البرج. معلي صعب على فكره، انا احاول ان انا اوصل عشان ما اطردش، مش عايز اطرد على الويا. وين كمان ولا مش عاوز اتشيك حركات الفرقه. استنى يبقى عديت عديت معايا ابو الواحد. ليتس جو ليتس جو. نروح فين على الويا؟ المفروض نوصل هنا يعني. اوكي ليتس جو بسرعه، نحاول نطلع. يب حركات يا رب تقع. رب انت اللي تقع يا حبيبي. حركات يا فرخه. نيجي كده. يا سلام. وقعت. احشي ابو علي صعب على فكره. اوكي اوكي بحاول بحاول عشان ما اطردش. ليتس جو. ده الوقت خلص. لا لويا كونجراتوليشن ايفا. طبعا ايفا اللي كسبت. هو ده ابو علي انا ولا ايه؟ حركات الفرخه هو اللي كسب على لويا. بصوا كاتبين ايه، لا تكون ابو علي انت. وانا ماني مش بيشكوا فيا. حركات الفرقه شك فيك. بص بيكتب حركات ايه، بيقول له لا مش انا ابو علي. وهو ماي جاد على عمالين يشكوا خلاص. طبعا دلوقتي هيحصل تصويت، حركات هو اللي كسب فيطرد مننا واحد. اهو يا علوية التصويت، فاحنا دلوقتي هنصوت على مين؟ على واحد من دول. خلينا نصوت مثلا على اي جي ده، عشان كنت عايز اختاره واللعبه ما رضتش تديهولي. بص الواد ده كاتب ايه؟ بص على علوية كاتب ايه الواد ده؟ كاتب ليش بنت؟ انا كنت عايز اكون ولد. الشخصيه بتاعته هو ده، هو واد بس محولينه بنت. اوكي دلوقتي المفروض يا علوية واحده يطرد. ايوه صح، انت ليه ما اخترتش ولد من بره؟ وادي ما انت مش ما كانش عارف جاي. صح. بص الواد بيقول له ليه ما اخترتش في ميل اللي هي البنت يعني. اوكي علوية دلوقتي واحده هتطرد. الحقيقة علوية ذات مينز اي جي هاز بين اليمينيتد. اوكي اي جي خلاص هيطرد يا عيني، انا مش عارف هو مين بصراحه، بس حرام. اي جي مع السلامه اي جي، كنت نفسي اجيب شخصيتك بس انت خلاص كده. معلي وكده هيروح البلاي ولا ايه؟ هو كده خلاص مطرود. ورجعنا علوية بعد ما هو اتطرد، شايفين العدد بيقل. هنفضل بص كل واحد مننا تركض لحد ما نشوف مين الفايز في اخر مرحله. بصوا كاتبين ايه، جدعان حاولوا اعرفوا وين ابو علي عم يلعب معنا. كاتبين بص ايه على ايه، عايزين يعرفوا ان انا موجود معاهم ولا لا. يا ابني كلنا موجودين، هما مش عارفين، حركات الاسامي متغيره. اوكي خلينا نشوف بقى اللعبه دي. وعلي اللعبه دي عباره عن ايه؟ اعتقد دي ماتش كوره. ايه كل الصناديق دي؟ ليتس جو. المفروض دلوقتي علويه ان احنا هنفتح التشيست دي
وهنشوف اي حاجه جواها تساعدنا تقريبا. خلينا نيجي هنا كده. افتح ابو علي. يب ده مش بيفتح. وات المفروض نعمل ايه؟ باركور ده ولا ايه؟ ادي ابو علي مش لازم تطلع فوق. اطلع فوق. بحاول. اوكي انتوا بتطلعوا فوق ولا بتنزلوا ولا بتعمل؟ المفتاح. يا نهار مين اللي سرقه؟ انا ابو علي. زعبول لانوب. زعبول لانوب هات المفتاح. زعبول. اوكي المفتاح ده ما بيترسبنش ولا ايه؟ مش عارف. خلينا نشوف كده. الو زعبول انت سرقت ايه من الصندوق؟ ابو علي المفاتيح في كل حته. اطلع اسرق اي مفتاح. اطلع اسرق اي مفتاح. يا حركات الفرقه حركات. سيب لي مفتاح. لا يا حبيبي حركات يا نوب. المفاتيح بصوا موجوده في ما كنتش اعرف والله. اوكي نيجي هنا. يب خدت مفتاح. ينفع اخد واحد كمان؟ لا ما لحقتش افتح الصندوق. قولي مولي على الوي كونجراتوليشن ايفا برضو. انا مالي مش كشفت يا حبيبي. والله ما كنتش عارف على الوي. المشكله انا مش مركز في الكلام عمال اتكلم. بص على الوي كاتبين ايه؟ انت ابو علي خلاص ما في غيرك. تقريبا عارفيني على الوي. شكوا في الشكل بتاعي. ابو علي ما انت حاطط لهم نفس الوش ما غيرتوش حتى. يا ابني مش انا اللي اخترته والله هم جابوني. اوكي دلوقتي بنشوف. ازيك ابو علي؟ هيحصل تصويت دلوقتي على الوي وهيطردوا مننا واحد. بصراحه على الوي بقى انا اختار، بس مش هقول انا اختار مين عشان حركاته زعبوله ما يختاروش زيي. هختار دي كي. ده طبعا سر. وانا بقى اختار مين؟ اختار طبعا اللي انت عايزه. انا صوتت على واحد وخلاص لان انا شايفه زعلان بصراحه، فخليه يروح يغير الشخصيه بتاعته. اوكي على الوي بيقول لنا الفونسو. الواد اللي اسمه الفونسو ده والله يطرد. Unfortunately that's me كورتلين. يا عيني كورتلين ده ولا يطرد. وانا مالي منكم بتشيلين ده؟ الواد ده اللي هو كان طرد خلاص وطى مشي على الوي. شايفين اهم هما دول اللي خسرين. الواد اللي اسمه ايجي والواد اللي اسمه كورتلين ده. ليتس جو. الحقوا على الوي يطردوا مننا واحد كمان. يا رب ما يكون انا. يا رب ما انا. وين كمان يا رب ما يكون انا. ابو علي هما تقريبا هيطردونا كلنا ولا ايه؟ مش عارف بصراحه. جاستس وطى إيه؟ انت مالك ومال جاستس؟ ايون unfortunately that means الفونسو has been eliminated. او ماي جاد الفونسو. وانا مالي بالفونسو ده؟ بيلعب في ريال مدريد هو ده. ممكن كل واحد من فريق ابو علي يكون فريق يحل وحركات مش عارف بيكتب ايه. يلا سلام يا الفونسو. ابو علي كده خلاص اتطرد. يب اتطرد والله. قولي مولي على مش متبقي غيري وحركات وزعبوله ومعانا البنت دي. وانا مالي مش باب اللي يكسب. والله مش عارف هو احنا برضه هنتعادل تاني. طبعا دلوقتي على في طبعا تحدي 2-2 انا والبنت دي ضد حركات وزعبوله. وانا مالي مش هنكسبكوا. تكسبونا اوكي. طبعا التحدي بيكون مش عارف ايه ده. الو طب هنعمل ايه؟ 67 بسرعه. يب اكتب يا بنتي بسرعه. اوكي علويه. 186 اجابه صحيحه المفروض. 140 اكتب. يب 66 120 127 128 129 130 131 علويه. 131. انا جايبالك كتبت غلط ولا صح؟ 131 والله اجابه صح. وايه الغلط؟ النوب ده. ده بيطرح يا ابو علي يا نوب. او ماي جاد وانا اللي فاكر ان هو بيجمع طلع بيطرح. ابو علي حركات خسرانه حركات كله جابته غلط. انا مالي مش عارف ان انا مش في الرياضيات مش بالشباب مش حلو مش يعني ناقص شويه. ناقص شويه؟ ده انت مستواك في الرياضيات زيرو. ناقص شويه ايه؟ حظ الوحش انت جايبني مع حركات اللي مش عارف الكام زائد 3 كام؟ 7 يا حبيبي. شفت يا ابو علي 7 ازاي؟ ايوه يا حبيبي 7. وزي ما انتوا شايفين علويه مش هنغش خالص. كلنا احنا الاربعه. انا هصوت على واحد منهم وطبعا يا علويه الو حركات فين؟ انا كسبت يا حبيبي. ابو علي دوبة العمر التحدي عشان هو دوب. طب يلا زعبوله انا صوت على زعبوله. انا صوت عليك يا ابو علي. اوكي بصوا بقى علويه طبعا دلوقتي هتقول له يا ابو علي انت مش هتصوت على اصحابك. لا هو بص شفته سبت البنت وصوتت على زعبوله. بصوا النوب. ابو علي يا غدار هتطردني. انا مش عارف هو حركات ليه ما جابوش صورته. يا ابني عشان جاوبت كل صح. كله صح ايه ده؟ انت عشان جاوبته كله غلط. قالوا لك الواد ده بص النوب ومش فاهم حاجه فخلاص احنا هنطلعه بره التحدي. يب حصل تعادل مفيش حد اتطرد. او ماي جاد في ليزر كتير وفي حاجات البتاع ده لازم ناخده تقريبا. في طبعا تحدي على اللويه المفروض ان احنا نروح ناخد الحاجات دي. اوكي بسرعه بسرعه. ياس وطا المفروض ان احنا ما نلمس الخطوط دي. اوكي ليتس جو. يا سلام بسرعه يا ابو علي. لا لمس على اخر واحده. ابو علي الواد حركات راح فين؟ حركات تقريبا مش معانا. ايوه يا ابني مش معاكوا عشان تشيلوا بيه. ايوه مش كسبت اصلا. حركات كسب ازاي؟ حركات كسب. وات بسرعه بسرعه ابو علي. يب تركيز. او ماي جاد عديت ليتس جو. لا كنت على اخر واحده والله بعد ما عديت. يب عديت ليتس جو. الاسانسير رقم كام؟ ابو علي اطلع فوق. اطلع فوق. صح فوق 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 فوق. ابو علي تركيز اطلع. يا سلام طلعنا 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 طلعنا. فاضل ثلاث ثواني. ثانيتين. ثانيه ثانيه. ابو علي طلعت الحمد لله. ايه ده؟ ابو علي الواد خلص واحده في الليزر. او ماي جاد هي صوته طلع مننا واحد. وانا ابو علي مين اللي كسب؟ مش عارف طبعا دلوقتي. ايه ده؟ زعبوله اللي كسب. زعبوله اللي خسر. ايه بقى الغدر ده؟ ايه
امبارح كنت عند الليزر وشبهه معالي. ايه الكيب اللي حصل ده بقى؟ هولي مولي، جود باي ايفريوان، نزعبولا مع السلامه. والله تنمر، ازاي طلعوني؟ انا كنت مسامحك معالي. حظوظ يا ابني، حظوظ وتوفيق من ربنا. انت خسرت، اعمل لك ايه؟ هولي مولي. واد يا مولي مش عامل خش ولا والله كد انا دلوقتي بتفرج عليهم. ابو علي المفروض كان يخسر، بس هو ده زعبولا قال له زعبولا هو على الواد بيج او خسر. دلوقتي اللي متبقي انا وحركاته البنت دي. ليتس جو، التحدي التاني على الواد. زي ما انتم شايفين كل واحد واقف على بتاعه كده غريبه. شوف مين دلوقتي اللي هيكون كسبان. طبعا بيقول لنا اخر واحد هيتبقى ان هو يكون واقف على البتاعه دي ولا يكسب. بسم الله، هي هتتحرك ولا ايه بقى؟ مش عارف. اوه ماي جاد، البنت دي بتحدف حاجه تقريبا. الو، ولا كل واحد ماسك حاجه؟ المفروض ان احنا نضرب بعض. وادي انا مش نضرب بعضينا. اوكي نضرب بعضينا، بس انا خايف اقع. لا انتوا اضربوا بعض ولا اقف اتفرج عليكم، انا الحكم. يلا وادي بقى غدرت بت... حركات فرخه غدار، غدرت في ضهري حركات. والله انت غدار. انا ما جاوح حركات يا نوب، والله كنت لسه بص بلف على بقى عشان اخد استعد. بس وادي بقى غدرت بت، مش عارف تتخيل عشان تكسى. بما ان حركات كسب علويه، فمعناه ان انا والبنت دي اللي هنصوت. هي تصوت عليا وانا طبعا اصوت عليها. بص كاتبه له ايه، ليش ضربتيني يا اختي؟ انا وادي مالي يا اختي دي. اختي يا ابني، اختي مش عارف يعني ايه اختي. وادي ايه بدو، يعني اختي يا غبي. فهمت فهمت. طبعا يا لويه، بما ان انا والبنت دي فانا اصوت عليها وهي تصوت عليا، معروفه يعني. اما نشوف دلوقتي مين اللي هيخسر. وانا مالي، مش انا اللي كسبت يا حبيبي. انت اللي كسبت يا فرخه. والله ان انت بص جيت في وقت اصلا وانا ما كنتش مستعد لك حركات. طبعا دلوقتي ايه ده، اطرد انا ولا ايه؟ وات، لا مش انا، ده البنت اللي هتطرد. وانا مالي، مش متبانه وانت. انا وحركات اخر ناس. او ماي جاد، البنت هتطرد. طيب خلينا بقى اكتب لها السر بقى عشان هي اخر واحده على الوي. اكتب لها انا ابو علي. طبعا هي كانت وطة. انا بقى عايز اكتب ابو علي. او يا علوية، كتبت لها ان انا ابو علي، باي. طبعا دلوقتي يا علوية انا وحركات، فهيتبقى مننا واحد وهو اللي يكسب تقريبا. فهنشوف. كي الو، اصلا فين ابو علي اصلا؟ وطة، اللعبة خلصت ولا ايه؟ وانا مالي، مش اختبارنا وانت اللي احنا فوق. هولي مولي، انا وانت على الكرسي. او ماي جاد، ازاي؟ المفروض كانوا يختاروا مننا واحد. ابو علي ايه اللي حصل بقى؟ مش عارف ايه ده علوية، انا وحركات اللي كسبنا يعني؟ ايه بس يوم ده المفروض انا اكسب ولا انا لوحدي؟ بس واد بقى صدعتني، وبعدين بختار بنت اصلا، مش عارف تختار ولد. حركات يا ابني ما اعرفش اسم واد من بنت ولا بالانجليزي. حركات فرخانو، هما بيصوتوا على اللي هيكسب تقريبا. اللي خسروا بيصوتوا مين اللي هيكسب، ابو علي ولا حركات؟ هما تقريبا مش عارفين مين ابو علي ومين حركات، فهنشوف. اوكي علوية، طبعا دلوقتي بيختاروا فايز. ليتس جو. انا اللي كسبت، انا اللي كسبت، والله انا. ايه ده ده ولا مش كلمه وتنمر؟ فكك يا حبيبي، وكك في اخي جوي دلوقتي. خناق خناق خناقات مين يا حبيبي؟ انا اللي كسبت يا حبيبي، الجيش بتاعك كله اتطرد وروح. انا اللي كسبت على علوية، شايفين؟ كسبت من غير ما اعمل اي حاجه، وكنت بطلع الاخير في السباق. طبعا يا علوية اللعبه دي جامده، عشان بص مش بتبين مين الشخصيه الحقيقيه، مين ابو علي ومين حركات ومين زعبوله. معالي ظلم والله ظلم، المفروض انا كنت اكسب وانت اللي تتكسب. بس هو ده فرخ، توفيق ونصيب. انا اللي كسبت علوية. طبعا اللعبه تظهر قدامكم دلوقتي، اللي عاوز يلعبها يروح يلعبها وجربوها وقولوا رايكم. وكده علوية نكون وصلنا لنهايه الفيديو، شايفين؟ هلا ابو علي الحقيقي، ياب ياب ازيكم. ابو علي اللي كسب. ولا جيب متنمر، ادي وقت حد في حمايه في مش كمان، ادي وقت حد جيش حمايه وجيش فيه. لازم نتخانق نتخانق، نروح بقى اتخانق يا حبيبي، اروح اخد الفلوس من جدي شلبي علوية. بحبكم بكل قلبي، ان انتوا كسبتوني. سلام.